السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جمالك مع ملاك. كنت سبق لي وخدمت واحد الجلابة لاختي وريتها لكم ونالت الاعجاب ديالكم بزاف، واتفقت انا واختي قلت علاش لا الحاجة البياسة اللي خدمتها لا ليا لا الام ديالي لا الخواتاتي نوريها لكم، تاخذوا غير فكرة باش تعرفوا الا تبغوا تخدموا شي حاجة لنفسكم، تاخذوا غير فكرة غير فكرة. دابا انا كنخدم اكثرية الكروشي، ولكن بالنسبة لهاد الموديلات هادو الراندا اللي هما سامبل وخفافين تنخدمهم هادو ماشي مشكل، ولكن داكشي الكبير ما عنديش الوقت ليه. دابا خدمت هاد الجليبة هادي كما كتشوفوا، هذا التوب هذا في الكريب، هادي خدمتها الام ديالي، هذا التوب هذا في الكريب هو زيتي، وانا دخلت فيه داك اللون البناني. بغيت نشرح لكم دابا اليوم هاد الخدمه هادي، جات زوينه شي حاجه اللي هي خفيفه روميه في نفس الوقت. كما كتشوفوا هاد الدريس هذا راه معروف في اليوتيوب، راه دايرين بزاف ديال الاخوات عندهم قنوات ديال الراندا. الشكل ديالو سامبل ساهل وفي نفس الوقت كيعطي واحد النظره اللي هي جميله، وهنا دايره فيه داك العقيق راه غير نمره 3 باش كيجيني شويه صغيور وزوين وكيجي متول ومقاد في الخدمه. خدمت هنايا باللون الزيتي ودرت هنايا اللون البناني كما كتشوفوا. هاد الخدمه اللي درت هنايا في الكم نفسها درتها في الكم الاخر كما كتشوفوا، راه عرفتي باش كتلبس كتجي زوينه على هذا الشكل هذا، ودرتها هنايا في القب كما كتشوفوا. القب ديالي نفس الخدمه اللي انا درت في الكمام، دورتها على القب كامل. بالنسبه للقب راه انا فتحته من هنايا من هاد الجهه هنا فين انا كنت في الخيط، فتحته وكففته على برا، والخدمه ديال القب خدمتها من الداخل. علاش؟ باش ملي كنقلب الخدمه ديالي على هذا الشكل هذا، الخدمه ديالي حيت خاصها تقلب كيجي الوجه ديالها هو هذا، اذا القب ضروري ما تخدموه من الداخل باش كتجي الخدمه ديالكم فينيه ومقاده مزيان. وتتكفيفه هنايا القب كففته اللون في اللون باش ما يبقاش ليا داك اللوين باين ديال التكفيفه، من الاحسن تكفوا اللون باللون وتخدموا من الداخل. هذه هي الطريقه المزيانه للقب. وبالنسبه هنا للقدام كما كتشوفوا واحد الطريقه اللي هي خفيفه وفي نفس الوقت سامبل، وهنايا درت الدويدات هادو، درت الدويدات هنايا، درت غير بعض ديال الدقات نفس الموديل اللي انا خدمت في الجلابه اللي خدمت لاختي، داك اللون الحمصي فيه غير بعض الدقات، هذه كورميطه فيها بعض الدقات، وهذه غير بعض الدقات غاديين سامبل، خليت فيهم واحد جوج عوينات، ودوك جوج عوينات هما اللي درت فيهم هاد العقيقه هذا على هذا الشكل هذا. انا ندورها لكم من جهه الكاميرا باش تجيكم باينه كما كتشوفوا. هادو هاد الطويله هذه هاد الدويدات هادو، هي هاد الفكره هذه اقتصاديه، من جهه الدويدات ما كيهزش لينا دويدات بزاف، داكشي علاش كنقدروا نتغلبوا فيها وكنتحكموا فيها. ودرت هنا جوج عقيقات على هذا الشكل هذا، وهنا الاصل خدمتها بالزيتي باللون ديال التوب، غير هاد اللون اللي انا زوقت به كيجي مختلف باش تجي الجلابه ديالنا شويه باينه. تخدموا بهذه الطريقه، بغيتوا ديروا اللون في اللون ديروا، بغيتي ديروا جوج لوان اخرين من غير اللون الارض اللي نتوما خدمتوا به كيبقى داكشي اختياري. دابا هذا هو الشكل ديالها، فاش نعاود من بعد انا غنوريها لكم ملبوسه تشوفوا الشكل ديالها ملي كتلبس كيفاش كيطلع غزال تبارك الله. هاو من بعد ما لبسناها كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين. القب كما قلنا كيتخدم من الداخل وكان فينيو، ملي كيتقلب بحال هكا كيجي هذا هو الشكل ديالو، شي حاجه اللي هي جميله خفيفه وسامبل في نفس الوقت. والهبطه ديالنا ها هما كي كتجي غزاله حتى هي، شي حاجه اللي هي خفيفه سامبل وروميه كما قلت لكم. هذا الشيء خفيف سامبل كنخدمو غير داكشي اللي هو كبير عريض ما كيكونش عندي الوقت ليه. وبالنسبه لكم هذا هو الكم ديالنا، شي حاجه كما قلت لكم خفيفه سامبل وروميه، اللي بغات تخدمها اللون في اللون تخدمها، اللي بغات تحتفظ بها بهاد الالوان اللي درت. اللي بغيت نشير ليه هو هذا اللون انا اللي هنايا خدمت، هذا راه لون زيتي، زيتي نيت بمعنى كلمه مغلوق، يقدر ما يبانش لكم مزيان مع الكاميرا ولكن راه زيتي مغلوق. اللي بغيت نقول لكم هو شحال هزات ليا، كما الاخوات تيطلبوا انت كل اي بياسه قولي شحال هزات لينا. هاد البياسه هذه هزات ليا 4 ديال الخيوطه ديال العقيق، النمره 3، هاد العقيقه درا النمره ديال النمره 3 صغير الحجم ديالو، هزت لي 4 ديال الخيوط نمره 3. وبالنسبه للحرير هزت لي جوج قصبات ديال الزيتي، وقصبه وحده اللون المغاير اللي هو زوقت به. اذا هاد الجلابه كامله هزت لي غير 3 القصبات ديال الحرير. علاش؟ حيت انا هنايا بالنسبه للملاقيه الا لاحظتوا انا خيطتها غير بالماكينه، ما لاقيتهاش بالراندا، حيت هاد الشيء كنبغيو نخرجوا به دائما
انا كنبغي الجلابه تجي شويه واقفه، ما كنبغيش الجلابه اللي هي تجي طايحه ملي كنلاقي شي حاجه براندا كتجيني شويه طايحه. وكل واحد ذوقه. كانت واحد الاخت عتبات عليا قال لك علاش ما تلاقيهاش براندا دير الجلابه كامله كومبلي. انا نقول لك اختي كل واحد الذوق ديالو، كل وحده تخدم بالذوق ديالها. المهم انا عطيتكم فكره وكل وحده دخل فيها تزيد تنقص داكشي كيبقى الذوق ديالكم. كنتمنى هاد الجلابه تعجبكم، ديروها لكم لمواتكم لخواتاتكم لاي واحد عزيز عليكم ديروها ليه. يلا بسلامه.